المحاضرة، إحنا المفروض الطالب يكون متمكن من determine the generals for forming frequency distribution table، وهذا جدا مهم. شلون إحنا نكون frequency distribution table for a group data. أيضا بعض الشيبس اللي حنشوف الداتا شلون نرسمها، ونشوف بعض الشيبس اللي بيها يعني presenting this data. أيضا حنتعرف على central tendency والvariation for group data والproperties الخاصة بها. بداية إحنا ذكرنا إنه الجروب داتا اسمه ال N، when N more than 30 large sample frequency distribution، هذا الآن سمينه جروب داتا، اسمه من اسمه frequency distribution. فالداتا ما تكون عندي more than 30 التعامل معه حيكون شوية يعني بصعوبة، ما حيكون سهولة مثل ما كان عندي مثلا 10 رقم أو 15 رقم، لا الداتا شو حتكون شوية أصعب. بهالحالة هذه يعني قد يكون عندي 50 رقم 100 رقم، ما من السهولة أعمل arrange data in increasing order، كل صعوبة يكون عندي وقت ويكون عندي جهد وما حقدر أحصل على الشيء عليه. أحول هذه الداتا إلى ما يسمى ب frequency distribution table، ومن خلاله أقدر أن أحسب any measurement بالنسبة للسي أو من ال variation. عندنا مجموعة من steps اللي إحنا نمشي عليها، هذه هي نسميها general rules for forming frequency distribution table. step number one تبدي بdetermine the range، وإحنا عرفنا سابقا ال range كان is the x max minus x minimum between max and minimum value. هذا كلش سهل وما عندنا اشكال بينه، تعرفنا عليه ونعرفه. step number 2 decide on numbers. الان the frequency distribution table يحتاج له الى يعني انتم شايفين بالبعض البحوث ياخذ مثلا الايج، الايج يقسمه الى جروبات less than مثلا 5 year او 5 to 10 year 10 to 20 year مثلا 20 to 30 year وهكذا. هذا مثلا الايج جروب هذا اللي نحكي عليه الان، هذا هو اللي احنا قاعدين الان نحصله. باي طريقه حنحصله؟ عن طريق الستيبس هاي اللي حنحكي عليها، نشوف اقل عمر ايش قد عندنا، ايش قد عندي اقل ايج، اعلى ايج قد كان عندي، والان حعمل ديفرنس بيناتهم واطلع الرينج. انتهيت من الستيب ديسايد اون نمبر اوف كلاسز، كم كلاس انا اريد اشوف يعني بالايج هذا، كم كلاس اعمله؟ اعمله 5، اعمله 15، 20، ايش راح يكون الان. هاي كلاسز حنحكي عليها اللي هي نمبر كلاسز، بها طريقتين لحسابها. الطريقه الاولى لحسابها حتكون قد تكون من خلال اما arbitrary اللي هي عن طريق يعني اختيار عشوائي خاصة للبحوث والباحثين، يعني بالنسبه لنا ما من المنطقي انه نخلي الطريقة العشوائية أو الطريقة الاختيارية بالنسبة للطلاب، يعني معناتنا نبشع أشقد حيكون عندنا يعني كل واحد حيختار age group خاص بينه حسب ما هو يرتقي. لا، هناك حسابه وهناك طرق يعني رياضية حسابية، راح ناخذ الطريقة اللي هي نسميها Sturges rule. هذه طريقة إني من خلالها أن أحسب number of classes دائماً عادة، ليس عندي classes أقل من 5، هون راح تنكبس المعلومات في جروبات قليلة، يعني يقول مثلاً ناخذ من 10 سنوات إلى 25 سنة أو إلى 30 سنة أو إلى 40 سنة، هون يضيع المعلومات ضمن هاي الفئات، بس عندي عدد الفئات قليلة، والفئات يعني رينج مال الفئة حيكون كبير، وعدد الفئات حيكون قليل وضيع المعلومه. لو كان عندي عدد الفئات مالتي اللي انا عن كلاس مالتي كانت more than 20 ايضا حيصير عندي بها مشكله بالداتا، ايضا راح نفقد كثير من واهميتها. عليه حتكون number of classes between سوري ما عملتوا تسجيل ما عملتوا سهل طيب طيب ونلاحظ انه for group data when n more than 30 large sample frequency distribution قلنا هناك general rules او steps
informing frequency distribution table تبدي ببداية بتدرمين the range اللي هو ال x max minus 2 قلنا decide on number of classes وفيها طريقتين طريقة الاربيتر اللي هي طريقة الاختيارات وهذه خاصة للباحثين على الأغلب وأيضا عندي طريقة أخرى اللي هي طريقة علمية اسمها Sturges rule هاي Sturges rule هي عبارة عن 1 plus 3.322 by log n طيب الآن إذا تملكون حاسبات معاكم عيني حاولوا الآن خلينا نختارنا رقم مثلا لو اخترتوا مثلا رقم 120 الآن لو كان sample مثلا ماتي 120 هاخذ على الحاسبة ماتي على الكالكوليتر اختار اللوج اللي هذا 120 أول ما أطبع 120 على الشاشة اللوج راح يطلع عندي فد رقم معين أضربه في 3.322 يطلع تقريبا 6.4 المهم بلس 1 فيكون 7.9 تقريبا حيطلع عندي number of classes approximately تقريبا 8 حيكون هذا كان safe number 2 إذا safe number 1 أنا وجدت الرينج 2 وجدت number of classes عن طريق Sturges rule اللي هو 1 plus 322 by log n 3 حتكون هاي الخطوة هي عبارة عن حتحصل على class طول الكلاس عبارة عن الخطوة الأولى يعني range of our number of classes كان step number 1 range step number 2 كان number of classes 3 حقسم range of our number of classes وبالتالي طول الكلاس interval طول الكلاس انترفال هذا يمثل لي ايش؟ يمثل لي الفرق ما بين المينيموم والماكسيموم لكل كلاس، انا الان اخذت الفئه من 10 الى 20، ما هو الفرق ما بين 10 الى 20؟ هذا يمثل لي طول الكلاس انترفال. طيب لو انا كان عندي مثلا من 10 الى 20 فطول الكلاس انترفال ايش راح يكون عندي؟ الدفرنس ما بين المينيموم اللور اند الابر بالنسبه لي هذا الكلاس. وهكذا بالنسبه لباقي كلاسز. إذا الآن من هذا نقدر نستشف إنه لو أنا حصل المينيموم لو كان عندي مينيموم أنا بالداتا مثلا كان عندي 4 حضيف له مثلا 80 خلاص انترفال مثلا ماتي حصل على الماكسي اللي حيكون عندي 12 وأبدي 12 أضيف له 8 يعطيني 20 وهكذا إلى أن أنتهي الكلاس اللي أنا عندي. طيب. فور هذه هي الطريقة اللي نسمي احنا نسميها مينيموم ماكسيموم لكل كلاس أو نسميه لور أند أب. بالنسبة لكل أيضا هناك طريقة أخرى لحساب طول الكلاس انترفال بس الطريقة الأولى ححسبها هذه الطريقة من أنا الداتا ما تكون رو داتا يعني الداتا بعد خام ما حولتها إلى جدول ما عندي أي معلومة فقط أنه أقدر أطلع من الداتا أقرر حول نمبر في كلاسز ثم حساب طول الكلاس انترفال الطريقة الثانية حساب طول الكلاس انترفال upper minus lower هذا من يكون عندي يعني أصلاً عندي classes موجودة classes اللي هو ال variable ماتي كان يكون age مثلاً أو height weight blood pressure any variable حيكون عندي وأنا حولتهم إلى جروبات يعني بالتأكيد أن كل class له upper limit and lower limit فالآن حطرت أطرح upper ناقصاً لطول الكلاس انترفال هاي الطريقة الثانية لكن ثانية هي عندما يكون عندي جداول هاي توعدك المعلومه الاولى لما ما يكون عندي اساسا جداول كانها هي رو داتا. طيب انهيت لحد هون انا انهيت الكولم الاول اللي هو خاص بال عندي كولم اخر ثاني اسمه كلاس فريكونسي او نسميه اف اي او بعض المصادر اللي هو يكتب عليها نمبر انتم شايفين بعض المجلات يعطي الجدول مالته النمبر اند بيرسنت تمام النمبر هذا اللي يحكي عنه هو عباره عن الفريكونسيز اسمه الاف هو عباره عن نمبر اوف اوبزرفيشنز فيلينج انتو ايتش كلاس انترفال طيب شلون نحصل على هذا التيبل عفوا الكولوم نحصل على هذا الكولوم ارجع الى الداتا الاصليه وشوفون اكو فقط طريقه يسموها طريقه التولي مارك شوفوا هي الطريقه اللي هي كل 14 خط ايش سموها طريقه هاي يسموها طريقة الانتخابات وانتم بالتأكيد تشوفون حتى هاي المسبحة اللي يسبحون بها قسم من الناس مكتوب عليها تولي يعني هو نفسه اللي هو انشأ هذه الطريقة اسمه تولي فإذا هي طريقة الانتخابات او طريقة التولي هي عبارة عن كل 4 ارقام خمس اشطبة حتى العدة واحيانا نحصل من خلالها على صوت ماكو نعم شو يعني؟
نعم طلاب، صوتي ما واضح؟ طلاب الصوت ما واضح عندكم؟ دكتور الصوت واضح كلش. اي نعم دكتور. شكرا. كي نرجع مرة ثانية، وحنقول إنه مارك هي طريقة علمية من خلالها نقدر نحصل على ما يسمى بالـ FI، أو نسميها بالنمبر، وهي عبارة عن أرقام، أو كل 4 وحدات الخامس يشتبه، إذا حصلنا على ما يسمى بالـ FI، بحيث أنه بالـ FI هذا يمثل مثلا عدد الأشخاص اللي يقعون ضمن الفئة الأولى اللي هي from 10 to 20 years، عدد الأشخاص اللي يقعون بالفئة الثانية 20 to 30 years، عدد الأشخاص اللي يقعون بالفئة الثالثة 30 to 40 years، وهكذا، بحيث أنه لو جمعت هذا الكولوم الأرقام ما بكاملة في I لكل كلاس اللي عندي حيمثل لي السامبل سبيس مالتي اللي هو الـ N، السامبل سايز عفوا اسمه N. لاحظوا الآن على هذا التيبل، شوفوا هذا الكولوم الأول اسمه الكلاسز، هذا يمثل لي مثلا قد يكون مثلا الايج أو أني فاريبل، مثلا الايج حيكون عندي من 5 إلى 10، 10 15، 15 إلى 20. هذا الكولوم الأول هاف نو توتال، هذا يقول عينه هاف نو توتال، يعني هون حط عينه كروس هاف نو توتال، ما في نو توتال، ليش؟ لأن هذا عبارة، تمام؟ الفترات لا تجمع من 5 إلى 10، 10 إلى 15 وهكذا. طيب هاي نقطة أولى. النقطة الثانية قبل ما أحول على اللي بعده، الخط اللي موجود from 5 to 10، إيش معناته هذا الخط هذا؟ هذا اسمه يمكن تسجلون يمكن اسمه to less than، اسمه to less than، يعني 5 to less than 10، يعني لو جاء أنا عندي ضمن الأعمار اللي كان عندي 10 فأضعه إيش بضعه؟ ما أضعه بالفئة الأولى، أضعه بالفئة الثانية، وجاني رقم 15 مثلا أضعه ايضا بالفئه اللي تليها وهكذا، هذا اسمه توليس دان. ليش اسمه، ليش قد كررنا هوني الكن توليس دان؟ ولو انا كان ليش ما اكتب هوني مثلا 9 وابدي 10 الى 14 مثلا؟ لا، 5 توليس دان 10 معناته ان 9.9 مثلا تقع هوني ضمن هاي الفئه، بس تصير 10 تتحول اوتوماتيكيا الى الفئه اللي جواتها. واضح الكلام عيني؟ اذا هذا الخط هذا الصغير اسمه او هاي توليس دان. طيب اكملت الان هاي هذا الكلاسز عن طريق الستيبس اللي حكينا عليها، اخذت الرينج مثلا طرحته ال 60، هذا اقل رقم عندي مثلا 5، واعلى رقم مثلا كان عندي 60، فطلعت الرينج مثلا مايته، وبعدين من خلاله من طريق ستيرجز رول ايش قد كان عندي من حسب التوتال سايز سامبل مات ايش قداته، حسبته من خلاله نمبر اوف كلاسز، وقسمته بعدين نمبر اوف كلاسز حصلت على طول الكلاس انترفال. رجعت بعدين ستيب اللي بعدها حاخذ المينيموم للداتا، هاي المينيموم اللي هو رقم 5، وحضيف له ايش؟ كلاس انترفال. يعني كان طول الكلاس انترفال مالتي كان 5 مثلا، ف5 و5 10 اللي بعدها 10 و5 15 اللي بعدها 5 20 وهكذا ابدي استمر الى ان انتهي، بحيث انه هذا الشرط انا عندي هوني اقل رقم بالداتا الاصليه مالتي حيقع ضمن الكلاس، اعلى رقم بالداتا الاصليه مالتي حيقع ضمن الكلاس الاخيره. واضح الكلام عيني؟ هذه النقطه الاولى وكل ما يخص الكلاسز. احول على اللي قلنا هاي الفريكونسي هي عباره عن النمبرز. الان هاي النمبرز هاي بالاساس انا عندي هوني 3 شخص، يعني شخطه شخطتين ثلاثه، بعدين حولته الى ارقام. هوني عندي 5 شخط 4 شخط والخامس اشتبه فصار عندي 5. هوني 15 فيكون عندي 3 من التولي اللي هي 5 5 فصار عندي 15 وهكذا، يعني انا بدايه احولها من التولي بعدين احولها الى ارقام واسميها اف 1 اف اف النهائيه، بحيث انه لو عملت توتال او جمعت هذه الانز اللي عندي لكل كلاس ححصل على كليه للسامبل مالتي واللي هي عباره عن سم اوف اف اي اور سمول ان. لحد هون انا اكملت الفريكونسي ديستريبيوشن تيبل. يعني احيانا يجي بعض الاسئله يعطينا فقط بها كلاس اند فريكونسي، واحنا من خلال هالمعلومتين ذولي اقدر احل اي شيء يعطيني يطلب عندي بالسؤال. لكن عندي شيء اخر انا المفروض اعمله، ما هو الشيء الاخر؟ انا طول الكلاس طول عفوا
الميد بوينت اللي هي اكس اي، والاكس اي تمثل لي لور بلس ابر اوفر 2. ما هي الاكس اي؟ ها الميد بوينت، الميد بوينت ايش هي وايش اهميتها؟ حقيقه انه اصل الفاريبل وين سوف وقع قبل ما احصل على الميد بوينت؟ وين كان اصل الداتا مالتي؟ الداتا مالتي الان توزعت انتو تو كولومز ان كلاسز اند فريكوانسي، يعني 5 الى 10، 10 الى 15 هذه، والاي هو الريال فاريبل مالتي. طيب هو بس هاي هي الداتا؟ الجواب لا، يعني لو جمعتوه هذول ما حيطلعوني 120 رقم، صح؟ الان هاي الارقام اللي عندي خذ ضمن، هل في اشخاص كان عندي اشخاص ضمن هاي الفئه؟ كان عندي 3، واشخاص كان عندي ضمن 10 الى 15 كان عندي 5، واللي كانوا 15 الى 20 كان عددهم 15. الى ان انتهي من الداتا مالتي حيكون التوتال الكلي مالتي يمثل لي 120. هاي الفريكونسي اللي حنحكي عليها اللي عملناها طريقة التوري مارك، او احنا نجي نضربها، اذا اصبح عند الداتا مالتي موزعه انتو تو كلاس اند اف اي، حاجي اضرب 3 في ايش؟ اضرب 3 في 5 او اضرب 3 في 10؟ لو ضربتوها هاي الارقام بالمينيموم، هذه المينيموم الموجوده عندي قد تكون داتا ما هي اقرب الى المينيموم، قد تكون هي اقرب الى الماكس، هذه هي فتره، تمام؟ لو ضربتوا هاي بالماكس فقط بالنسبه للداتا، قد تكون داتا اقرب الى المينيمم من الماكسيمم لكل فئه. عليه حتى لا اظلم الداتا اللي انا عندي، نتائج تكون صحيحه ما بها بايز بالنتائج مالتي، هعمل ما يلي: اطلع الرينج او عفوا المين لكل كلاس، يعني اجمع 5 و 2 يعطيني ايش قد؟ حينطيني ايش؟ 7.5. 10 و 15 على 2 يعطيني 12.5، زائد 20 على 2 يعطيني 17.5، وهكذا الى ان انتهي. الان لو لاحظتم طول الكلاس انترفال احنا هون ذكرنا عليها 5، كذلك الحال لو عملتوا ديفرنس بتوين ايتش كلاس بالميد بوينتس مالتي، يعني 12.5 راح تعطيني 5، 17.5 ناقص 12.5 يعطيني 5، وهكذا. اذا هاي طريقه ثالثه سجلوها يمكن، طريقه ثالثه لاستخراج طول الكلاس انترفال. لو انا كان عندي داتا خام رو داتا اصلا ما كنت اشتغلت بها، اتبعنا طريقه انه الرينج وطلعنا نمبر اوف كلاسز وقسمنا على نمبر اوف كلاسز وحصلنا على طول الكلاس انترفال. الثانيه اقدر احصل على طول الكلاس انترفال من خلال هاي الكلاسز ديفرنسز ما بين كل ماكس اند مينيمم كلاس. الثالث حيكون عندي اقدر استخرج طول الكلاس انترفال from الميد بوينت اي، عباره عن ايش؟ بعد ما اطلع الاكس اي مالتي حطلع الديفرنسز ما بين كل اكس اي واللي تسبقه، ححصل منه على طول الكلاس لحساب طول الكلاس انترفال. وحده من الميد بوينت، ثانيه من الكلاسز، هذه في حاله وجود التيبلات، وفي حاله عدم وجود التيبل ححط الطريقه الاصليه اللي احنا حكينا عليها باي رينج اند نمبر اوف كلاسز. بقى عندي وقلنا هذا ايضا هو هاف نو توتال، لانه اساسا جاي من يسار، جاي من الكولوم الاول اللي هو اصلا هو ما بينه توتال، فحسي عندي الاكس اي ايضا هو هاف نو توتال. طيب بقى عندي الكولوم الاخير اللي هو الاف اي بيرسنت، واحنا ذكرنا عندنا في كثير من البحوث والدراسات، شوفوا مجلات مثلا بها جداول بها نمبر بيرسنت، نقلنا الفريكونسي حكينا عليه وطعنا له حقه، الان هاي الاف اي بيرسنت. ما هي الاف اي بيرسنت؟ بطريقه مختصره جدا هي عباره عن جزء على كل في 100. انا هاي الفريكونسي مالتي لو اريد اطلع ايش قد نسبتها من 100%. لو قلت ثلاثه ما بها ذاك الاهميه، كعدد 5 ما بينه اهميه، ايش 15. لكن من اقول 3 تقسيم 120 في 100، لما اقول يشكل الفئه الاولى تشكل لي 2.5% من الكلي، اصبح لها اهميه، تمام؟ بنقول انه الداتا اللي هي ضمن الكلاس 10 الى 15 شكل لي حاطه 2%، ايضا صار عندي اهميه، يعني اصبح بها اهميه. اذا الان الاف اي بيرسنت هي عباره عن كل الجزء على الكل في 100، الاف اي على الصم، اذا هي عباره عن شوف الان 3 على 120%، 5 على 120%، 15 على 120%، وهكذا استمر الى 24 على 100. وبالتالي المفروض يكون توتال كلي هوني للاف اي بيرسنت حيكون مساوي ل 100%. اكو اي سؤال او اشكال شيء مو؟
طلاب. اكو اي شيء ما واضح عين طلاب؟ عندنا ايضا من ضمن الديسكريبتيف ستاتستيك من التعريف اللي حكينا عليه، نحن قلنا بالتعريف از ذا سايتنج حكينا عليها، سمرايزنج لخصناها، والان بعض التلخيص صار عندي بالجداول بشكل جداول، قلنا احد التلخيصات حيكون بشكل جداول او ميجرمنتس اللي حكينا عليها. ايضا عندنا من ضمن الاند بريزنتنج داتا، من ضمن البريزنتنج عندي بعض الشيبس الان اللي هي مهمه ونشرح عليها. عندي ذا شيبس اوف بريزنتنج داتا، نمبر 1 هيستوغرام، 2 فريكونسي بوليجون، 3 فريكونسي كيرف، 4 بار تشارت باي دايجرام، واخيرا عندنا الكوميونتي فريكونسي. وعندنا انواع كثيره اللي هو سكتر دايجرام، عندنا وعندنا اشكال كثيره، عندنا صور، عندنا مخططات، عندنا اشكال اخرى كلش كثيره، لكن هذه هي اكثر شيء اللي احنا اللي تهمناه. طيب هون بس ملاحظه مهمه، اقول ان الهيستوغرام واحد، بوليجون كيرف وبار تشارت والكوميونيتيف ما عدا الباي تيم، الخمس انواع اللي عندي كلهم حيحتاجون الى تو اكسس، اكس اكسس اند واي اكسس، وفقط الباي دايجرام بالتاكيد هو اللي عندي قرص، فما التو اكسس. هاي نقطه اولى. النقطه الثانيه الان حنحول الى ناخذ نوع نوع ونشوف ايش استخدمه وما هي الشكل الكيرف مالتي او عفوا الرسم اللي انا عندي شلون حرسمه. طيب الهيستوغرام تعريف ما ريليشن شيب بتوين، لاحظ الكلام هون هذا اللي حفظ مضبوط، ريليشن شيب بتوين كلاسز اون اكس اكسس، تمام. اذا الان حيصير عندي الاكس اكسس وعندي الواي اكسس، هذا هو الاكس اكسس وعندي الواي اكسس، تمام. وعلى دائما على الاغلب ما اقول دائما اغلب دائما اخلي الفاريبل انا على الشغل عينه، قد يكون مثلا الايج هايت ويت و و، حخليه دائما على الاكس اكسس. ها هي التقسيم مثلا هاي حيكون 5 هون، لكن زحفت شويه 5 مثلا 10 15 20 25 و هكذا. وعلى عندي اف اي اور اف اي بيرسنت، هذا كتعريف، لكن بالحقيقه من اجي اشتغل ما اعتمد نهائيا على شيء اسمه الاف اي ابدا، ما اعتمد على، لكن كتعريف هو موجود هذا لحالات خاصه بس الاف اي، بس معظم الشغل اللي احنا نشتغله او على الاغلب احنا بالنسبه لنا حنشتغل كله على الاف اي بيرسنت، اف اي بيرسنت قلنا حتى يبين اهميه الداتا اللي احنا عندنا. طيب نعيد مره ثانيه، از ريليشن شيب بتوين كلاسز اون، هاي كلاس لازم اخلي هون الكلاس عندي، هاي هي كلاسز، واللي هذا حتشوفون انتم هون عندنا فترات، شوفوا هاي المستطيلات الموجوده بالداتا شكل فئات بها، يعني من 0 الى 5، 5 الى 10، 10 الى 15 وهكذا يستغل. اذا هذه هي كلاسز اند هذا اف اي بيرسنت، استخدمها هون حتكون كوانتيتيف اولا اند كونتينوس داتا، يعني لازم تكون مقاسه ولازم تكون مستمره بسبب الكونتينوس مالتنا الاستمراريه، التفاصيلات اللي انا عندي متلاصقه بسبب ايش؟ بسبب الكونتينوس اصبحت هاي المستطيلات اللي أنا عندي ايش؟ متلاصقه. من انه هو سهل، لكن من مساوئه انه ما يقدر يشتغل بينه الا على ون جروب، فقط اقدر اشتغل بينه على ون جروب، اكثر من ون جروب اقدر اشتغل بالهيستوغرام. نوع الداتا كوانتيتيف اند كونتينوس داتا. حناخذ النوع الثاني فريكونسي بوليجون اور فريكونسي كيرف. طيب اثنين ما يختلفون الواحد عن الثاني بالضبط، نفس التعريف نفس الفرق الوحيد انه انا عندي هاي النقاط لو وصلت بيها بستريت لاين هحصل على بوليجون يسمونه المضلع تكراري، تمام. ولو انا وصلت بنقاط، لو نفس هاي النقاط وصلت بيها بشكل سموث كيرف حسمينه ايش؟ بفريكونسي كيرف. اذا از ا ريليشن شيب بتوين، لاحظوا انتهى بتوين ايش؟ اصبح عندي الاكس، هذا الاكس مالتي ما بينه فترات لكن بينه نقاط، ها ايش هي؟ هي عباره الميد بوينتس، يعني ما كنت قاعد داخل الفترات حاخذ الوصل الفترات، فهي ايش؟ حتكون عندي هذه ميد بوينتس، تمام؟ هذا كمثال يعني ما شرط لنفس الجدول اللي عندي، هذا مثال اخر اعطيناه. طيب اذا هو از ريليشن شيب بتوين ذا ميد بوينت، هو هذا الاكس اللي انا عندي اكس اكسس على الميد بوينت مالته، وهي قلنا هاي عباره عن نقاط، فكل نقطه تقابل، شوفوا الان
هذه هي النقاط الموجودة عندي. And if I percent ال y على ال y axis حيكون عندي if I or if I percent. إحنا قلنا دائما نعتمد على if I percent. حتى الشغل هوني حتى الشغل الداتا تكون وأيضا quantitative and continuous, وهذا السبب اللي يخليني عندي إيش هذا البوليجون أو الكيرف هذا الشيء متواصل. طيب الآن if we join these points by straight line then they will be polygon, هذا straight line تمام. And if we join these points by smooth curve, أتم هون straight line وهون عندي smooth curve, then we have frequency curve. قلنا نوع الداتا اللي استخدمناها بعد continuous. من محاسنه أنه أقدر أرسم عدد كلش كبير من هاي اللاينز, ممكن أرسم تمام واحد اثنين ثلاثة أربعة, ممكن أرسمها لأي مجموعات أنا أقدر أستخدم. مثلا عندي مجموعة من المستشفيات أربع خمس مستشفيات وأقدر أشتغل عليها فقط شيء معين, هاي هي حتشتغل الثانية الثالثة الرابعة وهكذا. طيب إذن هذا كلش مهم بالنسبة إيش, شرط أن يكون عندي داتا ما تكون quantitative and continuous, وأنا عندي حتى أرسم هذا الكيرف. ممكن أحطه straight line أسميه polygon, ممكن أسميه بشكل smooth curve أسمينه بfrequency. طيب بقى عندي النوع الثالث اللي هو bar chart, وأيضا هذا هيحتاجنا إلى two axes, x axis and y axis. يفرق الآن البار تشارت يفرق عن إيش؟ يفرق عن الهيستوغرام, إنه الهيستوغرام يعني الشغل أول شيء متوسطيات ما تمتلاص, الداتا تكون كونتينيوس, شرط تكون كونتينيوس هوني لا حتكون الداتا مات تكون متقطعة أو تكون كواليتيتف الداتا ماتي كواليتي النوكا كانت كواليتيتف. أيضا حيكون قلنا قد تكون الأرقام ماتي ما كونتينيوس تكون إيش؟ تكون ديسكريتي. نوع الداتا قبل شوية قلنا هي عبارة عن إيش, تكون qualitative or discrete. هذه نوع الداتا شوف عيني qualitative or discrete. الرسم الثاني هذا ممكن أرسمه بأكثر من طريقة. الطريقة اللي مثلا حتكون جانبية بهذا الشكل, حيكون عندي مثلا هوني هذا الأبيض هو يمثل الميل اللي نسميه مثلا فيميل, هذين مثلا حيكونون لمجموعة جروب A وهذا جروب B مثلا, حدام المقارنة بيناتهم ونشوف الآن. هذه حالة أو طريقة. الحالة الثانية أو الطريقة الثانية أنه أنا أقدر أستخدم أكثر من variable هوني, نقدر نستخدم one variable في Docker. هوني أقدر أعمل مقارنة بأكثر من variable وبأكثر من طريقة. شوف هاي الطريقة الأولى وهاي الطريقة الثانية. الطريقة الثانية لو تلاحظون إن عندنا عندي variable الأول اللي هو blood group A B A B O, o and 6 male and female. لو نلاحظ الـ الأول حيكون عندي الـ A, ألاحظ منو الأكثر عندي, حيكون عندي إيش, منو الأكثر بالـ A؟ الميل. الميل دكتورة. نعم ميل. لا ميل. الأكثر هو حيكون عندي فيميل. هذا ليش صار عندي أكثر فيميل؟ الوهلة الأولى أنت تشوفها هوني أنه الميل هو الأعلى, لكن هذا أمثل لك هو مثل ما أنت عندك وخلفه عمارة, إيش يبين من العمارة؟ الجزء الأعلى صح؟ تمام؟ إذا هون حيصير عندي بيت وهذا وخلفه أكوش عمارة, هذا كلته حيمثل لي يعني هذا ارتفاع مالتي كله يمثل لي إيش للفيميل, بينما هذا ارتفاع يمثل لي إيش؟ يمثل لي. إذا الحالة الأولى حيكون عندي بيها الفيميل more than male, الثانية ايش احس عندي؟ male more than female. الميل more than female تمام؟ شوف الحد الاعلى قيد يمينه. الحالة اللي بعدها شوف الخطوة ايش راح يكون؟ بعينها الخطوة هني. هذا شنو هذا المقلم؟ female, وين الميل؟ زيرو. يعني ما ظهرت عندي بصمات حيكون من جوا, بينما الاو حيكون عندي الميل and female متطابقين. شوف الخط من الخط الأعلى هون الميل خلف في ميل حيكون عندي متطابقين. واضحة الآن الصورة؟ واضحة عيني؟ ايه واضحة دكتورة. بقى عندي الباي دايجرام. الباي دايجرام احنا قلنا ما يحتاج له إلى أكسس, ها
هذا عبارة عن ثلاث درجات. نوع الداتا اللي نقدر نشتغل عليها هي quantitative and continuous discrete or qualitative data، يعني كل أنواع الداتا نقدر نشتغل عليها. لكن الآن لو هي كانت discrete مثلاً، كان عندي عفوا، لو كانت كانت مثلاً continuous أقدر مثلاً إيش أحول إلى جروبات، لو كانت هي qualitative أصلاً ما يحتاج إلى تحويل. هاي الداتا انا كان بيها نمبر عندي بيرسنت، شلون احولها الى 360 درجه حتى ارضي؟ حرسمها بالطريقه التاليه فقط، انا مو فكرتها يعني. الدغري هي عباره عن البروبورشن اللي عندي، اضربه في 360 على 100 اور 3.6 اختصارا لها، بروبورشن في 3.6 واضح يعني. وير هاي البروبورشن اللي حكينا عليها هي عباره عن ان بيرسنت، و أصبح عندي الآن ما يسمى بالباي دايجرام. كل أنواع الداتا ممكن نستخدمها باي دايجرام. طيب النوع الأخير اللي هو كوميونيتي فريكونسي بوليجون أور كيرف، يعني بين قوسين إما بوليجون أور كيرف، يعني أيضا لو خطوط متكسرة حيسميها بوليجون، لو خطوط بخطوط سموث لاين أسميها كيرف. هذا is a relationship between mid points موجودة الداتا مالتي and cumulative. والآن راح نجي ناخذ ايش معناته كلمة cumulative وسب اهميته. طيب cumulative ايش معناته؟ التراكمي الصاعد او النازل، يعني ايش قد انا عندي. خلي لو نرجع الان، خلي ارجع هوني مره ثانيه حتى الامر عندكم اسهل. شوف شوفونه اوكي. الان على هذا التيبل حشوف الان ايش قد انا اعمارهم اقل من 10 سنوات. تمام؟ ثلاثة. ايش قد انا عندي اعمار اقل من 15؟ ثمانية. قد؟ ثمانية. جمعنا الخمسة والثلاثة طلعنا ثمانية. اقل من 20. ثلاثة وخمسة ثمانية. حيصير 23 وهكذا، اقل اقل الى ان اخر وحده. اقل من 60 حتكون حاصل جمع هاي كل الفريكونسي، واللي هو حيكون عندي هون حيكون عندي 120 هون اخر رقم، اللي هو عباره عن حاصل جمع كل هاي الفريكونسي. حيطعيني بالكوميلاتيف ماتي حيكون عندي اخر رقم ايش مثل التوتال اللي هو الان 120. عليه اذا انا عندي شيء اسمه الكوميلاتيف، رقم بينو او اول رقم بينو حيكون مساوي لسمول اف اي، اخر رقم بينو حيكون مساوي للان. ولهذا الان شوفوا الان الكوميونيتيف شو رسمتونه، تبوا علي عيني. هاي الفريكونسي هاي كابيتال اف سموها، يسموها كوميونيتيف كابيتال اف اي كوميونيتيف. شوفوا انا حيصير عندي اللي هو نفسه يمثل لي ايش؟ يمثل لي الان. طيب اكو مقياس اخذناه سابقا وقلنا نقسم ال n ماتي على اثنين، يعني 50% below it and 50% above it. من هو هذا المقياس؟ الميديان. جيد، الميديان هو اللي هو ال n. لو قسمت ال n على اثنين ححصل على قاطعتوها مع هذا الكيرف اللي هو فريكونسي الكوميتي فريكونسي ونزلتوها على الميد بوينت حصلت لي الميديان. هذا يسمونه الميديان بطريقه الرسم. هذا انتم ما مطالبين به يعني، حتى بالامتحان لو طلعونه ما يصلح يعني هذا الميديا، بس هو عامه. طيب هاي يسموها little dose required to kill 50% of cases اللي هي n over 2. هنحول الان الى measures of central tendency ونبدي بالمجر الاول اللي هو المين. مثل ما اخذناه بالرو داتا الان حاخذه في الجروب داتا، السين اور arithmetic mean اور average. رمز احصائي كان اسمه اكس بار، لكن الان is the summation of the midpoints multiplying by frequency. لاحظوا انتبهوا على هذا القانون، هذا تركونه لا تشوفونه، ما عليكم منه، انتبهوا لي على هذا القانون الثاني، هذا هو المهم. اسكم وقعينه. لو انا شلت هاي الاف اي ايش راح يصير عندي؟ لو الاف اي ايش راح يصير عندي بالقانون؟ القانون الثاني لو شفتوا من الاف اي ايش راح يصير عندي؟ دكتور يطلع ان sum of x i over n، ولا تعريف منه
تعريف المين for raw data. تمام؟ إنه الـ XI هي عندي هوني بالجروب داتا، الـ XI هي عبارة عن الميد بوينت، تمام؟ وهي ما أصل الداتا لكن هي الميد بوينت and frequency. Frequency distribution table بنقول frequency distribution table الداتا مالتي قد تكون موزعة إما classes and frequency or frequency. هاي الداتا تكون عندي موزعة. الآن كون إنه أنا عندي راح أحصل على المين، ما أقدر أضرب الآن الـ X الـ FI، ما أقدر أضربها في إيش؟ بالكلاس، أضربها في الـ XI. فنفس القانون هو مال الرو داتا، لو أنا بس أضرب اسم مكان ما أشوف بها XI أضيف فوقاتها أضربها في الـ FI، تحول القانون من الرو داتا على الجروب داتا. طيب هذا شنو يحققه هذا؟ هذا يحققه من خلال أنه أضرب كل XI بالتيبل اللي شفناه قبل رمو الـ FI المقابلة، وحيصير عندي كولوم آخر اسمه الـ XI by FI. التوتال هذا الكولوم لو قسمتونه على التوتال صار حاصل منه على المين. وير شوفوا هذا الفتح مأته. أنتم هذا الأخير ما مطالبين منه، وهذا أيضا ما مطالبين منه، مطالبين منه بس فقط هذا. بس هذا أنه أضرب الـ XY بالـ F1 وأدخله خزن، X2 في الـ F2 أدخله خزن، X3 في الـ X في الـ وهكذا إلى أن ينتهي. أطلع التوتال مالته وأقسمه على الان، وبهذا حصلت على المين. يعني هو عادة الاسم الثاني اللي هو الان اي أنا ما أعتمد عليه، هذا صار في اف اي لأنه شوية مزعج بالنسبة لكم وما أريد أكثر يعني بالرموز. أعتمد على الان، هو نفس المعنى. فأقول عندي مين is equal to sum of x i by f i over n and have a unit. بقى عندي المود والبوينت فاليو which corresponding to the most frequency or the midpoint of the maximum frequency its xm. يعني سابقا كنا المود ندوغ كل رقم كم مرة مكرر، الآن هون ما نحتاج كل رقم كم مرة مكرر، أساسا أنا عندي frequency فأدوغ على frequency أعلى frequency أشوفه. ما أقول هذا مثل اللي هو المود، لا، الميد بوينت اللي يقابل لي الميد بوينت الفاريبل مالتي اللي هو كلاسز، فحيكون عندي الميد بوينت اللي يقابل لي اعلى تكرار، الميد بوينت اللي يقابل لي اعلى تكرار. طيب الميديان او يسمينه برسنتايل اللي هو 50 برسنتايل، الميد حنشرحه بشكل اخر يختلف عن ما شرحناه بالرو داتا. هذا هو بس هذا اهم شيء بالنسبه لنا، وحنشرحه بطريقة. هذا القانون الأول بس للإطلاع، اكتبوا عين هذا الإطلاع، هذا ما راح تحفظونه عيني، هذا القانون الأول للإطلاع، تمام؟ بس هون نتذكر إنه شيء اسمه برسنتايل مئينيات. هذا البرسنتايل حيكون من الرقم 1 برسنتايل، فيرست برسنتايل إلى 99 برسنتايل. هذا الكلام هذا من أقول أنا من ضمنه طبعاً الميديان اللي هو 50 برسنتايل. يعني الميديان هو قيمة من الداتا 50% below it at 50% above it. الآن لو قلت مثلاً 5th percentile دي قيمة تقسم الداتا 5% أقل منه و 95 أكثر منه. 10th percentile قيمة تقسم الداتا بالمية منه أقل منه و 90% أكثر منه. 25% حيكون قيمة تقسيم الداتا الربع أقل منه، وثلاثة أرباع 45% حيكون أعلى منه. الميديان هذا إيش؟ ميديان is the value the all the value into two parts 50% below it and 50% above it وهكذا. إذا عرفت إنه البرسنتايل هذا اسمه الآر تايل، حيكون من الواحد إلى 99. اللي يهمني من هذا الكلام انا اشوف الان ما يلي، ان هاي البرسنتايل 5% تمثل لي 5% اقل منه و95 اكثر منه، والميديان هو 50 اقل او. هذه هي الرموز اللي حكى عليها قبل شويه. لاحظوا اكو فقط شيء اسمه اثناء تعريف هاي الرموز برسنتايل كلاس، انتبهوا عليها، هاي خلوها تحت خط، هاي مهمة جدا. الـ Rth percentile class، Rth percentile class، ده percentile class. طيب
نرجع الآن ونشوف. طبعا هاي الكوميونتي احنا حكينا عليها الاف والان احنا تعرفنا عليها، والار هي البرسنتايل هي الفريكونسي مالتي، والار ال هو اللور باوند فور ذا برسنتايل كلاس. هنجي نعرفه الان قبل شويه، وهون خلينا ناخذ رمز ايج. احنا هذا ايضا احنا نعترف به، احنا نعترف بالرمز اللي هو طول الكلاس انترفال اللي يحكي علينا. كلمة percentile class شو نحددها؟ أنا قلنا خلنا تحت خط ونريد نشوف شو نحددها. حتى نحدد percentile class عندي 3 steps. step number 1 find r n over 100. منو r؟ ال r percentile. يعني أنا بالسؤال أقول أوجد لي 10 percentile. أشرح أخلي هوني 10 في ال n مالتي مثلا 120 على 100. لو وطوا 25 percentile حتى 25 في ال n عشان عين السؤال مثلاً على 100. لو قلتوا ميديان وانا ايش اخلي الار مكانه 50، تمام الميديان هو 50% 50% يقسم لي يخلي هون 50 في الان على 100 وهكذا. هاي كانت ستيب نمبر 1. 2 فايند ذا كوميونتي فريكوينسي كابيتال اف اي. واحنا شو بنعمل الكابيتال فريكوينسي هذا راح نضيفه كولوم اخر اضافي على التيبل اسمه الكوميونتي فريكوينسي. طيب اسمه الـ FI. الآن هذول اثنيناتهم. ثلاثة حعمل comparison between step number one and two. أعمل comparison بين هذا الرقم حيطلع عندي هوني مع إيه؟ مع الكابيتال FI هذا الكولوم اللي أنا عندي. وأشوف متى ما كان when we have RN over 100 تكون less than تكون less than إيش؟ كابيتال FI then stopped and we have ميديان كلاس او برسنتايل. ما يرعينا بالسؤال. اعيدها مره ثانيه لان جدا مهمه هذه. الستيبس مالتي هي نمبر 1 فايند ار ان اوفر 100 وقسم برسنتايل. ان هو السامبل سايز مالتي وقسمه على الالم. يعني مثلا كان عندي مثلا الميديان لو كنت اقشره على الميديان حخلي 50 في مثلا على 100 حيطلع عندي هون الرقم مثلا 60. to find the community frequency تعرفنا عليها قبل شوية شو موجودة من التابل. 3 أعمل comparison between RN over FI when we have RN over 100 less than capital FI then we stopped and this is the median class. طيب الآن بعد ما حصلتوا على هاي الميديان كلاس أشوف ما يلي. عندي هذا القانون، طبعا هذا القانون أيضا ما راح أعترف بينه الأخير هذا اللي حاشتغل عينه أو اوكي ما يخالف خلينا نشتغل على هذا. هذا خاص فقط جوا للميديان، هذا خاص للميديان وهذا خاص نفس القانون نفس القانون حتشوفونه. بس هذا انسحبته هوني الاف اي انسحبته هوني بينما هاي ال 50 على 100 هي ايه هاي هوني على 100 على اوفر عفوا 50 في ان على 100 تعينا ان اوفر 2 هذا بالنسبه للمين عفوا للمين سوري. طيب نرجع الآن تطبيق هذا القانون ومعانينه. الـ L أنا سألت قبل شوية حصلت على ما يسمى بالبرسنتايل كلاس. كلاس من حصلت عليها؟ قلت this is the median class أو percentile class. هخلي مستطيل كبير على كل الداتا أحصرها اللي هي percentile class. الآن لو أرجع للتيبل وحشوفكم الآن بشكل أسرع تفهمونه حتى. شوفوا الآن لو أنا قلت مثلا كابيتال FI ارقام عندي اف كابيتال اف اي وهذا كابيتال اف اي حصلته على الميديا كلاس وكان الميديا كلاس هوني. اذا لم بافتراض كان الميديا كلاس ساعتها حخلي هون مستطيل كبير اس اس اب على كل الداتا احصرها اللي هي ضمن هاي الفئه الثالثه ضمن الكلاس الثالث تمام المعلومات كلها ما عدا معلومه واحده ما اخذها من ضمن هذا المستطيل اللي هي القيمه اللي تسبق الكابيتال اف اي. يعني اف حسبت حصلتوها حاخذ القيمة اللي تسبقها. فعليه أقول الـ L هو اللور باوند، هذا هو اللور باوند بالنسبة للكلاس. حاخذ مثلا الـ 15، الـ I حاخذ إيه هي الـ 15 مال الـ FI، تمام؟ هي بس التصاغد عندي، تمام؟ وأكمل باقي المعلومات، هاي الـ N مالتي هي 120، وحط المعلومات اللي أنا عندي بحساب الـ percentile بالشكل التالي. شوف الآن هذا هو اللور، هاي اللور للبرسنتايل كلاس اللور باوند.
هذه حتكون عندي ايش اوفر 100، هاي ار ان اوفر 100، او هي عباره عن ايش؟ هي عباره عن ان اوفر 2 بالنسبه لي فور ميديان ماينس اي، هاي كانت في اف اي خاصه احنا قلنا برسنتاج كلاس، هاي فقط اكتبوا عليه هوني بالعربيه وكم عين اكتبوا يمه التي تسبق او ويتش بريسي فوق الاف اي، خلوا عليه علامه بقلم احمر باي شيء هذا، فقط هاي المعلومه اللي ما حاخذها من داخل المستطيل، حاخذها من القيمه اللي تسبقها اللي تسبق، فحنقول عليها نكتب عليها ويتش بريسيدنج اور التي تسبق. طيب سمول اف اي، هاي سمول اف اي هاي الفريكونسي ايضا من نفس الكلاس المستطيل داخل المستطيل، وطول الكلاس انترفال هذا هو ايضا عباره عن ديفرنسز بالكلاس اللي هو الابر ناقصا اللور. اكملنا الان حساب الميديا، قلنا هذه وير الميديا كلاس او ميديا فاليو، ال هاي اللور باوند الميديا كلاس، فريكونسي فور ميديا كلاس اند كوميونيتي فريكونسي فور ذا بريسيدنج، لاحظوا قلنا كلام هذا حطوا تحته خط خط احمر كبير which preceding media class، يعني فقط هذا هو ال preceding، كل الباقيين هي from median class أو percentile class كنا اشتغل عليها. AI هو طول ال class اللي احنا متعرفين عينه، وال n over 2 احنا اساسا استخدمناها في ال comparison between ال cumulative and rn over 100، وقلنا هاي حتى من خلال نحصل على median class. انهينا الان السنترال تندنسي وحنحول الى ميجرز اخر اللي هو الفاريشن. شوفوا الان الفاريشن احنا عندنا الفاريانس ديفيشن، هذا القانون ايضا لو شفتوه في مصادر لا تخافوا انه هذا نفسه مال الفاريانس، هذا ايضا للاطلاع وعدكم حشوفكم هذا ايضا للاطلاع، هذا القانون الاخير القانون عيني هذا اللي طايبينه، هذا اسهل قانون عندكم بالنسبه لكم القانون، وهذا بالضبط يشبه الرو داتا. ان هاي الاف اي تبوا عين هذا، يعني لو شفتوا هاي الاف اي بالتاكيد ححصل على نفس القانون للرو داتا، واحنا ذكرنا قلنا مثل ما حصلنا على المين شوف عندنا اكس اي اضربه في الاف اي. هون ملاحظه مهمه جدا تحطوها بقلم احمر وتحط تحت خطين انه الاف اي لا تربع، الاف اي لا تربع، اللي يشوف التربيع الان هون على القانون هذا تربيع، هذا تربيع على الصم وليس على الاف اي، هذا تربيع للصم وليس للاف اي، اذا تربع ابدا. طيب لو قلنا هذا القانون هو بالضبط نفس الفاريانس اللي استخدمناه انه احنا بالرو داتا، لكن اللي يفرق عنه انه وين اكس اي حضيف له الاف اي، وقلنا الاف اي لا تربع. باقي القوانين هذه انت مالك شغل بيها، يعني هاي فقط للاطلاع، هذا القانون الوحيد اللي تقرون عنه، اسهل قانون اعلمكم شلون نستخدمه ان شاء الله بالعملي. الستاندرد ديفيشن احنا اخذناه سابقا قلنا هو الجذر التربيعي سكوير روت اوف الفاريانس، وقلنا ايضا هاف ا يونت، والكوفيشنت اوف فاريشن ايضا هو عباره عن نفس القاعده اللي ما اختلفت عندي نهائيا، الستاندرد ديفيشن اوفر ذا مين باي 100. لحد هون انا انهيته هاي المحاضره، اكو اي سؤال او شيء ما واضح عندكم؟ طلاب عيني اكو اي شيء ما واضح؟